في دوائر الانتماء القريبة مننا هنتابع مشوار 7 منتخبات، 4 منتخبات عربية و3 منتخبات إفريقية، وطبعا العامل المشترك بين الاثنين منتخبي تونس والمغرب، بما ان هما 2 من المنتخبات العربية اللي بيمثلوا الشعوب العربية في المونديال، واثنين ايضا من 5 منتخبات إفريقية بيشاركوا في المونديال. هل يلعب او تلعب الارض والجمهور مع المنتخبات العربية؟ اعتقد طبعا انه مهم جدا انه نستغل العامل ده افضل استغلال، بما انها اول بطولة بتقام على ارض عربية. في اللحظة دي طبعا منتخب الاكوادور بيفتتح اول اهداف البطولة في مرمى المنتخب القطري، ودايما دايما البدايات صعبة، البدايات هي الاصعب، وخصوصا طبعا مباراة افتتاحية بين اكوادور وقطر بتتلعب في الوقت اللي احنا بنظهر فيه مع حضراتكم. بداية صعبة جدا للمنتخب السعودي امام واحد من اكبر واقوى المرشحين لتحقيق لقب المنتخب الارجنتيني، بداية صعبة ايضا لمنتخب المغرب امام وصيف النسخة الاخيرة منتخب كرواتيا، وبداية اصعب ايضا لمنتخب تونس امام الدنمارك. لكن في النهاية إذا ما تمكنت المنتخبات العربية بتحقيق نتائج إيجابية في انطلاقاتها في مشوار دور المجموعات، أعتقد أنه كتير منهم ممكن يكون عنده حظوظ التأهل للأدوار الإقصائية. والكلام طبعا عن ترشيحات منتخبي السعودية والمنتخب المغربي بصفتهم 2 من المنتخبات القوية جدا في البطولة. هيشرفنا دلوقتي من خلال الاتصال الهاتفي كابتن سعد الحارثي، طبعا واحد من نجوم الكرة السعودية، كان نجم في المنتخب السعودي وكان نجم في نادي النصر وكان نجم ايضا من نجوم نادي الهلال السعودي، ضيف علينا في السادسة. كابتن سعد مساء الخير واهلا وسهلا بك، بنرحب بك على شاشة الاهلي. يا هلا، اهلا بك استاذ احمد سمير، بك وبضيوفك وبالمشاهدين، سعيد جدا بتواصلكم معي وتحت الفرصة، سعيد بني اكون معاكم في برنامج استاذ. اهلا بك، اهلا بك دايما. وخليني قبل ما اتكلم على مشوار السعوديه في البطوله اخد رايك سريعا في استضافه قطر للبطوله، وازاي شفت وتابعت حفل الافتتاح؟ صراحه للامانه كل واحد عربي يعني يفخر انه احد الدول العربيه تستطيع ان تقدم صوره مشرفه في استضافه كاس العالم وفي تقديم حفل ضخم مثل هذا الحفل. كلنا فخورين كعرب وايضا كخليجيين، فرحانين كثير لاشقائنا في دوله قطر، نجاحها من نجاحنا، تالقها في الحفل هذا ايضا من تالقنا، انا سعيد جدا باللي شفته وان شاء الله القادم افضل وقت. السعوديه بتحمل امال كل الشعوب العربيه في البطوله مع اشقائها طبعا سواء قطر او تونس او المغرب. بدايه ازاي شفت مرحله تحضير هارفي رينار للبطوله والمباريات الوديه اللي خاضها المنتخب السعودي للاستعداد لكاس العالم؟ هل كانت مطمئنه؟ هل رفعت من امال ومن طموحات الاشقاء في السعوديه؟ جدا طبعا، المدرب هارفي رينار كان المدربين المميزين اللي استطاع الفتره الماضيه انه يحظى حتى بثقه الاتحاد السعودي السجيده معاه خلال قبل حتى كاس العالم بعد التاهل ل5 سنوات قادمه، وهذا شيء يعطي ثقه ايضا من الاتحاد السعودي للمدرب، مدرب جدا مميز استطاع انه يعمل معسكر عطفا على انه اللاعبين في الفتره الماضيه، طبعا كان معسكر كان في نقاش كثير وغلط في الشارع السعودي انه كيف يكون في معسكر طويل 35 يوم، طبعا كان المدرب مصر على هذا المعسكر عطفا على انه اللاعبين بعض اللاعبين مهمين بالنسبه للمدرب لن يكونوا مشاركين مع انديتهم او لن يكونوا مشاركين في الدوري مع انديتهم او يعتمدون عليهم المدرب بشكل اساسي وهو كان يحتاجهم، فلذلك هو اتجه لموضوع المعسكر الطويل واستطاع انه يعمل توازن ما بين منتخبات لاتينيه ومنتخبات اوروبيه من اجل انه المنتخب يقف على استعداد المنتخب، طبعا كانت مجموعه المنتخب السعودي وهي المجموعه الثانية تضم المكسيك وبولندا والارجنتين منتخبين اثنين ومنتخب اوروبي، فلذلك كانت المباريات ما بين منتخبات اوروبية وما بين منتخبات لاتينية. يعني من وجهة نظرك وبالتأكيد طبعا الارجنتين واحد من الفرق المرشحة وبقوة لتحقيق اللقب، ازاي بتشوف المنافسة داخل المجموعة؟ ازاي بتقيس حظوظ المنتخب السعودي وقدرته على منافسة المكسيك وبولندا اذا ما استثنينا او وافقتني ان احنا نستثني الارجنتين من الحسابات؟ مين المنتخب الاقرب للتأهل في المجموعة الثانية؟ طبعا اشوف
خلينا نتكلم بشكل، طبعا عندنا يعني اذا اردت اني اتكلم استاذ احمد بشكل عاطفي، فانا اقول الجميع ليس فقط المنتخب السعودي، جميع المنتخبات العربيه لن تكون متاهله. ولو كنا نريد ان نتكلم عن طريق المنطق، لو كنا نريد ان نتكلم عن طريق العاطفه، جميع المنتخبات نقول سوف تتاهل. ولو كنا نريد ان نتكلم عن طريق المنطق، نقول اربع منتخبات لن تتاهل. واذا اردنا ان نتكلم بشكل عملي، فانا اتكلم عن المنتخب السعودي الان، وحسب سؤالك اتكلم عن انه هناك ثلاث عوامل عمليه ممكن انها تخلي المنتخب السعودي يستطيع ان يتاهل مع المنتخب الارجنتيني. طبعا العامل الاول الاستقرار الفني اللي لدى المنتخب السعودي، هذا احد اهم العوامل اللي ممكن النسخه الوحيده للمنتخب السعودي اللي يتاهل معاه مدرب من التصفيات ويروح معاه للنهائيات نفس المدرب. واضف لذلك انه رينارد مدرب ذكي، يعرف كيف يتعامل مع مباريات يقراها من خلال التصفيات ومن خلال المباريات الوديه. كان عنده تركيز عالي على التنظيم الدفاعي، وهو احد النقاط اللي كان يعاني منها المنتخب السعودي، وشفنا ان المنتخب السعودي كان عنده صعوبه في تلقي الاهداف خلال المباريات الوديه الاخيره خلال 30 شهر يوم 35 يوم الماضيه فيما قبل انطلاق البطوله. طبعا المناخ والاجواء في قطر هي نفس الاجواء والمناخ الموجوده في السعوديه، فلذلك هذا عامل مهم بالنسبه للاعبين السعوديين. ايضا اضف للعامل الثالث اللي هو عامل الجمهور، يعني راح نشاهد حضور جماهيري كبير، راح يكون هذا عامل مهم، والجمهور يعتبر احد اللاعبين الان في كره القدم. واحده من المميزات اللي كنت بتكلم عليها واللي يجب حسن استغلالها يعني من المنتخبات العربيه، هي عاملي الارض والجمهور. انت بتلعب على ارضك، سواء كنت السعوديه او المغرب او تونس او قطر، انت بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك، وبالتالي نتمنى انها تكون عامل مساعد يساعد المنتخبات دي على تجاوز البدايات. وبما ان احنا بنتكلم على البدايات، خليني اخد رايك في ضربه البدايه بالنسبه للمنتخب السعودي في مواجهه الارجنتين. المباراه دي هتكون في منتهى الاهميه، واذا ما نجح المنتخب السعودي في تحقيق نتيجه ايجابيه، اعتقد هتساهم بشكل كبير جدا وتعلي من حظوظه. شايف المواجهه ازاي، والسيناريو الانسب من وجهه نظرك لهارفي رينار في مواجهه التانجو الارجنتيني؟ يعني طبعا احنا نتكلم عن اصعب مباراه يمكن، يعني تقريبا في مجموعات مباراه السعوديه والارجنتين بالنسبه للسعوديه، لانها تقابل المرشح الاول لكاس العالم اللي هو الارجنتين بقياده ميسي، ليونيل ميسي. فلذلك احنا نتكلم ان المنتخب السعودي في المجموعه الثانيه سوف يلعب مع الارجنتين ثم المكسيك ثم بولندا. لابد ان يضع المدرب في اعتباراته الفرق اللي بيلعب معاها بعد المنتخب الارجنتيني. فالمنتخب السعودي لسوء حظه انه بدا مع الصعب ثم الاسهل ثم الاسهل. يعني لعل المواجهات هذه اما تحدد لك بشكل كبير تاهلك او خروجك. فلذلك انا افضل سيناريو اراه في المنتخب السعودي من خلال الارجنتين، وهذا كان واضح من خلال معسكر رينار، اللي هو التنظيم الدفاعي. طبعا واضح ان المنتخب السعودي خلال الفتره الماضيه اشتغل على موضوع التنظيم الدفاعي، والدليل على ذلك في كثره مواجهاته الوديه كان عدد الاهداف اللي دخلت مرماه قليله. لكن مشكله المنتخب السعودي قد تكمن في موضوع التحولات. طيب كابتن سعد الحارثي، كل التوفيق طبعا للمنتخب السعودي، وكل التوفيق لمنتخباتنا العربية اللي بتشارك في البطولة، هنتابعهم يوم بيوم ولحظة بلحظة. فاصل ونرجع لحضراتكم.